سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل يعرفه كل مثقف في العالم العربي، وأكاد أقول كل قارئ للكتاب وللقصة بالذات. هو واحد من منارات الفكر والفن بين الناطقين بالضاد في هذا العصر. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع عملاق القصة، الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. اهلا استاذنا. اهلا بيك سيدي. بارجوك في بدايه السهره انك تدلنا بعض المعلومات البسيطه جدا عنك، لاني بعتقد ان ناس كتير مثلا حتى فيما يتعلق بالاسم بيترهنوا على اسمك بالكامل يبقى ايه، بيصل الامر بينهم الى حد الرهان. هاي. فالاسم بالكامل ايه؟ نجيب محفوظ عبد العزيز. نجيب. او انشئت نجيب محفوظ عبد العزيز ابراهيم احمد. طب استاذ نجيب، من الواضح انك في قصصك تناولت الشخصية المصرية، ويعني تعمقت المجتمع المصري، لكن هل يمكن ان نقول ان قصتك في نهاية الامر هي قصة عربية ام انها قصة مصرية محلية؟ الحقيقة لا يوجد تناقض البتة بين أن تكون القصة محلية وعربية. بلا شك. أنا لا أقصد، أنا عارف أن ما فيش تناقض. إنما أنا برضو بأطلب التحديد. أيوة، ما أنا بتكلم في هذا المعنى. أقصد أنه لا يوجد تناقض بين أن تكون القصة سورية أو عراقية أو مصرية وبين أن تكون عربية، لأن العراقي والسوري والمصري كلهم عرب. غاية ما في الأمر أن كل واحد بيقدم سمات معينة للعربي. العربي عندما يكون جبليا أو عندما يكون بدويا أو عندما يكون مزارعا، إنما هو في النهاية عربي، مشاكله واحدة وهمومه واحدة وأماله واحدة. ولا يمكن انك تتصور امكان وجود ادب عربي تجريدي يعني يعبر عن جميع البلاد العربية. فطبيعة الادب والفن انه يكون اولا واساسا محلي، لانه هو التعامل مع البيئة بتاعة الاديب المباشر. يمكن ما وجدش ادب تقدر تسميه عربي بصفة عامة تجريدية الا الادب التاريخي. يعني ما تكتب قصة مثلا عن فتح الأندلس فيتهيأ لك أن الجيش اللي بتتكلم عنه يصح أسهم فيه كل بلد عربي. إنما المحلية لا تتناقض مع عالمية العالم العربي ولا حتى مع العالمية الإنسانية. ويمكن أقرب دليل على ذلك إيه؟ أنك تلاقينا بنقرأ قصة السوري والعراقي والمصري فنحس مش بس أن ده أدب إنساني، لا، أنه أدب عربي، وأن دي هموم عربية صميمة بينبض بيها القلب القاهري والقلب الدمشقي والقلب البغدادي. ده كلام سليم 100%. أنا كنت بأقترح أنه لو أتيحت لك الفرصة أنك تعايش يعني مجتمع آخر غير المجتمع المصري فترة، وبعدين بحستك التي تلتقط وبنفسيتك التي تتمثل، وتستطيع أن تقدم عمل روائي يبقى إضافة إلى المكتبة العصرية من واقع آخر غير الواقع المصري، تستطيع أن تكون يعني مثلا في سوريا لمدة مدة زمنية وتعايش الناس هناك، أو تكون في المغرب، أو تكون في الخليج، أو تكون في السعودية، أو تكون في أي مكان تستطيع فيه أن تقدم لون جديد وإضافة جديدة في القصة. هذا أمر لا شك فيه. يعني أقصد أن كلامك واقعي ومعقول. الأديب لما يتحرك بيوسع مجال أدبه. أي بلد ممكن أن يزوره ممكن أن ينتج أدب جديد،
واحنا شفنا مثلا ازاي ادباء امريكيين كتبوا عن الشرق الاقصى وكتبوا عن اوروبا لانهم سافروا واشتركوا في حروب. فممكن جدا ان الاديب المصري يكتب عن سوريا بهذه الشروط او عن الخليج، لكن ما تنساش ان الاصل ان الذي يعبر عن سوريا هو السوري، والذي يعبر عن الخليج هو الخليج، والذي يعبر عن مصر هو مصر. ده شيء طبيعي وما فيش اي تناقض ولا اي استدلال على انه غير عربي او متباعد عن الروح العربيه، لان احنا الروح العربيه بنصل اليها مش بالسفر، بالرجوع لاعماقنا. أي. طيب استاذ نجيب، متى تصبح لنا سمه العالميه في ادبنا وبالذات في القصه؟ اولا ايه هي العالميه؟ ايه هي العالميه؟ ما انا بحاول اعرف. طبعا العالميه مش معناها القصه اللي ممكن تقرا في كل مكان في العالم، لان القصه البوليسيه بتقرا في كل مكان في العالم وهي ليست من الادب في شيء. انما المقصود بالعالميه ان العمل الفني يبقى حقيقه ثقافيه ممكن ان يعترف بقيمته في اي مكان من العالم. ده تصل إليه إزاي؟ مش تصل إليه بالتخلي عن المحلية أبدا، بيمكن بالتعمق فيها، إنما يجب أن تبلغ في تعبيرك درجة من القوة تفرض عملك على الناس. السؤال الآن، هل الأدب العربي أو بعض أثار الأدب العربي لم تبلغ هذه الدرجة من النضج التي تجعلها في مصف ما نسميه بالأدب العالمي؟ الحقيقة إنها بلغ، يعني لما تقرأ لبعض الكتاب الجزائريين مثلا لا تجد إنهم أقل من أي كاتب فرنسي. محمد أديب ده كاتب أنا أعتبره كاتب عالمي وزملاء. المسألة كلها عاوزة حسن ترجمة وحسن تأديب. ولا تنسى أبدا إن الأدب كمظهر ونشاط إنساني بيستمد قوته من ذاته ومن قوة بلده ووطنه. يعني ليه أنا الأديب الفرنسي بفضله بداهة في أول الأمر عن أديب حتى ياباني، مع أن اليابان أنت عارف في مقدمة الدول المتقدمة؟ أي. لأن الحضارة الأوروبية فرضت روحها علينا تاريخيا، فزي ما احنا مبهورين فيهم علما وسياسة، أما يجي الأدب بيأثر بنفس السحر. يمكن في أديب في السويد أعظم من كل دول، إنما فين لما تكتشفه أو تقنع نفسك بيه؟ فالحقيقة لا تستطيع أن تفصل القوة السياسية عن القوة الأدبية. وما يعيق أدبنا عن الانتشار إذا صح أن فيه هذه القوة التي تستحق الانتشار هو السياسة. ويجوز جدا بعد أحداث تاريخية زي 6 أكتوبر أنها تغير من وجه الأدب كنشاط يستحق الاعتراف به في العالم، زي ما اعترفوا بنشاطنا العسكري والسياسي والدبلوماسي. عظيم. طيب في الواقع انه 6 اكتوبر وحرب رمضان كانت حدث في تاريخنا وفي حياتنا وفي نفسيتنا، وحضرتك الحقيقة بتكتب عن دروس اكتوبر، فانا عاوز تقول لي وانت بتشرح النفسية العربية والنفسية المصرية، وفي كتاباتك بنشوف قطاع شامل قدامنا مجسد كما لو كان مقرب بالمجهر لكل دقائق والحاجات الصغيرة في هذه النفسية. ممكن تقول لي ايه اللي في النفسية العربية عموما احنا محتاجين ان نستبقيه من ملامح، وما في النفسية العربية احنا محتاجين ان نستبعده لكي نواكب العصر ونسير مع رحلة الحضارة؟ كل ده على ضوء دروس 6 اكتوبر. الحقيقة ان لما ننظر إلى تاريخ العرب نلاقي إنهم حازوا صفات عالية مكنتهم في يوم من الأيام من حكم العالم المعروف. إيه الصفات دي؟ ممكن تقول قوة إيمانهم، صفاتهم الأخلاقية العالية زي الشجاعة والفروسية، دي حاجة مهمة جدا. تطلعهم العلمي وتفتحهم للأمم، يعني ما كانوا زي التتار يخشوا يحرقوا ويخربوا، إنما يخشوا يتعلموا، اللي ما يعرفوش يعرفوه واللي عندهم يعطوه. فدي صفات الحقيقة 3 يجب يحتفظ بها العربي، لأنها كانت أساس مجده وممكن أن تكون أساس مجده.
الحاجات اللي يجب يتخلى عنها. في العربي في محافظة زيادة عن اللزوم شوية بالنسبة لماضيه وتراثه، خد بالك ازاي، يعني كأن ده عنده احساس غامض بان الفردوس كان في الماضي. أيوة. وان الاحسن كان في الماضي. الماضي كان عظيم جدا، لكن الاحسن يجب يكون في المستقبل، ولا ما فيش معنى للحياة. فشدة محافظته وشدة نظره للماضي يجب يخفف منها قليلا، ويتذكر ان التراث اللي بيبص له من بره ده كان هو في ذاته ثورة على الماضي. يعني احنا اكبر تراث لنا هنا ايه؟ مش الاسلام؟ يعني الاسلام كان ثورة على الماضي فعلا، وكان دايما يهزأ باساطير الاولي والاباء والاجداد. فاحنا اذا لما نقلده مش نقف على الماضي، لا، انما نقف على روح الثورية اللي بتتطلع كانت دائما وابدا الى المستقبل. فعلا. طب استاذ نجيب، ليه التاريخ العربي لم يحظى باهتمامك كقصاص وكاتب قصة؟ يعني مثلا توفيق الحكيم شفنا له كثير من أعماله في التاريخ العربي، لكن بالنسبة ليك بنلاقي أنه لك عمل في الفراعنة ولك أعمال في العصر اللي احنا فيه أو ما يسبقه بخمسين سنة مثلا أو ما يشبه هذا، لكن الفترة الوسيطة في تاريخنا فترة العرب والمد العربي لم يحظى بأي عمل روائي لك، هل هناك تفسير؟ والله شوف، أيام ما كنت بهتم بالتاريخ لقيت أن الجزء المهمل من تاريخنا هو التاريخ الفرعوني، أما التاريخ العربي والإسلامي فكان مدروس ومكتوب ومختوم بأقصى درجة من العناية. ولعلك تذكر رواية زيدان وأبو حديد والعريان وغيرهم وبكثير الله يرحمه، كل دول كتبوا في التاريخ الإسلامي وبوفر. فأنا جيت للجانب الضعيف المهضوم الحق وكتبت فيه شو، أدي الحكاية كلها. طب أستاذ نجيب، يا ترى كان دخولك على عالم القصة مفاجئ ليك أنت؟ يعني بمعنى آخر، هل كنت وأنت طفل ترى نفسك في يوم من الأيام كاتب قصة، أم أن ده كان تحول في مسار حياتك؟ وكيف حدث ذلك؟ هي الواقع القصة معايا زي إيه؟ زي ما تعرف واحدة من صغرك ويبقى في صداقة بينك وبينها، إنما إن أنت مش متصور إن الصداقة دي هتتحول إلى حب حقيقي، فأنت واخدها لعب يعني وصداقة وكل شيء، وفجأة في لحظة من لحظات حياتك تلاقي إنك ما يمكنش تعيش إلا أنت زوجتها وحبتها. كانت القصة معايا كده، يعني أنا كنت مهتم من أول بدء حياتي بالقصة كقارئ، بل كمحاول كاتب، إنما ما كنتش بفكر إن أكون قصاص أبدا. أنا بطمح إن أكون فيلسوف وحكاية وماشي في حياة تانية أخرى. ولغاية ما اقتربت إلى الحد الفاصل بقى إن حياتي الفلسفية يجب تكون كارير، يجب تكون حياة وأقدم ماجستير ودكتوراه وتخصص لها، في اللحظة دي لقيت نزاع شديد جدا بين الفلسفة وبين الحكاية الجانبية اللي بتتسلل إلي واللي مش متصور إن أنا حديها حياتي، وإذا بها تغلب في سنة أو اتنين بعد نزاع مرير وتستولي علي استيلاء تاما. ده يعني احنا نشكر ليها انها استولت عليه. اول استيلاء محبب. طب ممكن تكلمنا عن نجيب محفوظ الطفل والطالب، ويعني عود بينا الى رحلة الماضي شوية. اي والله بالنسبة للطفولة اقدر اقول لك ان يعني بكل امتنان وشكر كانت طفولة سعيدة، لأني نشأت في عيلة مستقرة ويعني يظلها الحب والانسجام، يعني تقدر تقول نشأت في أحسن بيئة، لا تكون عقد ولا أرف ولا بتظهر مثلا صور شنيعة من اللي بتوجد في بعض الأسر. كانت أسرة، يعني كانت حياة طفولية سعيدة. أنا أعتبرها كذلك. وإن دي من نعم الله، ما فيش شك. والغريب إني لما ابتديت أدخل في التعليم ولسبب لا أدري، يعني لقيت روحي أني بقبل على العلم بنشاط وتفوق وحب، مع أني يعني لا كان في عندي مكتبة في البيت تهديني ولا جو ثقافي أكتر من اللزوم ولا في إرهاب، يعني غريبة أهو جيل أو لقيت مثلا إخواني مشوا في هذا الطريق، ف
فحبيت أمشي فيه. فحياتي كتلميذ كانت حياة أنا أعتبرها لا بأس بها، مثالية. واحد بيذاكر تماما وبيتفوق تماما وبينجح تماما في نفس الوقت اللي لا بيهمل الرياضة البدنية ولا الفسح ولا أي حاجة من يعني جوانب الحياة الأخرى، متوازن، متوازن جدا. آه. يعني الأسبوع يفوت تلاقيني ذاكرت أحسن مذاكرة، وتلاقيني رحت السينما، وتلاقيني يمكن شفت الريحاني وسمعت أم كلثوم. كل ده سوا، مفيش حاجة، مفيش جانب أكتر من الجانب التاني. طيب يعني إيه اللي كان بيسعدك من ألوان الفنون في هذا الوقت المبكر من حياتك؟ الحقيقة الفن المصري المتاح أولا وقبل كل شيء الغناء. والموسيقى. ثم الشعر لأنه هو اللي بندرسه في المدارس. يعني إحنا ما فيش عندنا تربية فنية مثلا أساسها التصوير. لا ما فيش ده للأسف. فالحاجة الجمالية الوحيدة اللي تقدر أنت تتصل بيها من ابتدائي هو هي الشعر. وفي البيت وفي الشارع الغنى والموسيقى. ومن حسن الحظ ان الشعر ايامنا اهو يعني كان زي دلوقتي، يمكن تقدر تقول درسته مما يكره في الشعر مش يحبب، انما كان لنا مدرسين من المعممين زواقة للشعر كانوا يسيبوا المكتوب والمقرر ويدونا الشعر فعرفونا الجمال الحقيقي بتاعه. يعني لو اقتصرنا على المقرر ما كناش قربنا من كنا طفشنا. طب يا ترى تذكر في هذه المناسبة أغنية أثرت فيك أو يعني مستقرة في طفولتك كده زي يعني مركز جذب؟ دي تلاقيها بقى بتاعت الطفولة في حاجات اتنين، إما منيرة المهدية أو سيد درويش. هذه اللي كان يعني الواحد من صغره دايما يسمعه ويردده. يعني مثلا غنوة أسمر ملك بتاعت دي كانت من الحاجات المشهورة جدا. مثلا سيد درويش جديد فيه، انت عارف الاسطوانات الكبيرة الأدوار القديمة بتاعته. أو الأناشيد اللي كان بيعملها في الروايات الاستعراضية. زي بقى في مين اللي يقلس مش عارف ايه وزوروني في السنة، دي كلها كانت حاجات الحقيقة ايه يعني جزء من روحنا لا يتجزأ كأطفال. Thank you.
طب أستاذ نجيب، نعتبر مين يعتبر أستاذك الأول في فن القصة اللي قريت ليه وحبيت القصة من خلاله؟ الحقيقة بقى دي هتندهش شوي. يعني القصة كقصة جذبتني منين؟ من حاجات أبعد ما تكون عن القصة كفان. يعني من رواية سانكلير جونسون، رواية البوليسية. لأن ما كانش أيامنا في أدب أطفال، خد بالك، ولا كان فن القصة منتشر خالص. أي. فالحاجات اللي كانت هي الروايات البوليسية والحاجات فيها عنصر هام جدا من القصة اللي هو قوة الجذب. أي. والإمتاع. أي. دي خلتنا نسب بعد كده الحاجات أهم عند المنفلوطي وعند مترجمات الأهراب من الأدب الإنجليزي، ثم بعد كده بقى في الأدب الحقيقي عند طه والعقاد والتوفيق الحكيم. أي. فأستاذنا هتلاقيه ما استحقش اسمه أستاذ. لأنه روايات الجيب. بالظبط، أسخن. والله أستاذ نجيب كانت ممتعة جدا، وأنا بأذكر فعلا أنه في فترة طفولتي كان الواحد بينكب على الروايات دي وما يقدرش يسيبها. لا يعني يقدرش ولا وقت الغداء ولا ما بقول لك هو الجزء الإمتاعي، مش الفن قيم وإمتاع. دي في الإمتاع 100%. وده المطوف في الصغر يعني. أول قصة عملتها يا أستاذ نجيب؟ طبعا من حيث التجارب كانت حاجات كتير قوي تتكتب وتتقطع، بعضها تقليد للي أراه أو إعادة لكتابته تقريبا بأسماء وحتى الأجنبية. إنما ابتديت يعني شيء يقف على رجلي، يمكن وأنا في ثانوي ابتديت أكتب القصة وأعرضها على بعض الناس زي سلامة موسى وبتاع، وكان يقول لي لسه، يعني إن في حاجة كويسة لكن لسه. لغاية ما قدمت في يوم الأيام حاجة قالوا دي ممكن نشرها، وكانت الحقيقة بعد عناء طويل وتجارب كتير. اللي هي ايه؟ اللي هي عبس الأخضر. اللي هي ايه؟ عبس الأخضر. عبس الأخضر. دي طلعت سنة 39. وبالمصادفة يوم إعلان الحرب العظمى الثانية. أصل دي بضحك ليه بقى؟ لأني بعد انقطاع طويل رحت للأستاذ علي الجمال بقصة جديدة عشان تنشر في الأهرام. امتى؟ صباح 6 أكتوبر. ورحت البيت قالوا دي الحرب قام، قلت الله. بس بقى دي فيها الخير. دي ما اتنشرتش بقى لغاية دلوقتي. لا قدامها بقى، فين لما يهدأ الأهرام ويرجع للظروف الطبيعية وينشر أدب. دي اسمها ايه يا أستاذ نجيب؟ دي اسمها حضرة المحترم. حضرة المحترم. طيب بعتقد طبعا انه العمل الكبير اللي صنع اسمك كأكبر قصاص في العالم العربي هو الثلاثية. طبعا الثلاثية ولاد حارت فعلا، الثلاثية وبالذات الثلاثية حتى باعتبارها اسبق تاريخيا يعني. صح. هل انت كنت تعايش هذه الاحياء وتعايش هذه النفسيات وانك تطلع بشخصية زي زيطة صانع العهات او النماذج الاخرى اللي موجودة اللي بتمتلئ بها هذه الاعمال تدل على معايشة حقيقية كاملة؟ هل أنت كنت تسكن في هذا الحي وتعايش الناس وتعيش حياتك في الحي الشعبي؟ أنا عاوز أقول لك حاجة، إن ما من قصص، ما من خالق شخصية سواء في المسرح أو في السينما يوفق فيها إن لم يكن قد عايش. يا سلام. ما معنى المعايشة؟ هي دي الحكاية. المعايشة قد تكون صلة شخصية وقد تكون صلة عامة. يعني انت مثلا في تجربة زي الحب قد تعرفها عن طريق حب حبيته. وقد عن طريق حب شاهدته او لمسته او كنت مع المحبين. انما دي كلها تدخل في دور المعايشة. حتى الحاجات اللي تبان خيالية جدا زي روبنسون كروز، واحد اتقطعت في الجزيرة وعاش عيشة خيالية، هو تلاقيه في الاصل كان جنب المؤلف او في مجال. ولا يمكن انك تكتب عن شخصية الا بتكون عايشتها سواء بالخيال او بالحقيقة. يعني شكسبير لما يقدم شخصية تاريخية عايش من خلال التاريخ او من خلال الواقع. ما فيش دي ولا دي، ما تطلعش شخصية لها جذور ولا لحم ودم ولا تؤثر التأثير. انما مش ضروري تكون المعايشة المادية، يعني زي ما حضرتك قلت. المعايشة بمعناها العام. ولذلك اما يجي واحد يقول لك بكل بساطه ما تكتب بقى عن سوريا، ما زي ما كنا بنقول فين المعايشه؟ هي مش مساله شهر او لا، ما احنا مش معايشه عميقه. معايشه عميقه. وخصوصا ان الشخصيه اللي بتقدمها يجب تكون عارف عنها
من خلال العمل أكثر 20-30 مرة من اللي انت قدمته عنه. هو ده متوافر يعني. انت طبعا تعرف عن الشخصية العربية الباكجراوند الكافي. لا انا قصدي اقول لك المعايشة. المعايشة. المعايشة التامة. ولذلك تلاقي كتاب مثلا واحد اشتهر بتقديم شخصيات ريفية بل من مقاطعة كذا. شوف ازاي؟ مقاطعة معينة. والتاني واحد بتاع احياء لندن. بتاع احياء لندن. ما يقدرش يتكلم عن بلد. خدت بالك؟ التخصص ده ما جاتش احتباطا او بخطة. انما لان الاديب يجب انه يعرف عن الحاجات اللي بيقدمها اكتر حتى مما بيقولوا عنها. ويكون واثق منها 100%. وإلا تطلع معزوزة وعبارة عن حدوتة سطحية لا قيمة. هل نستطيع ان نجد شخصيتك كنجيب محفوظ بين بعض الشخصيات او على الاقل متناثرة خلال شخصيات وابطال روايتك؟ شوف يا سيدي. انا عاوز اقول لك ايه. تصور آلة بتعمل عيش. مثلا. هتدخل العجين فيها فيطلع رغيف. الرغيف ده شكله ايه؟ لابد هو شكل الآلة. يعني لو كانت الآلة مستطيلة هيطلع زي العيش الفرنجي. مدورة. فانا اقول لك ان المؤلف في كل شخصية من اللي بيقدم في كلها بمعنى ايه؟ مش انه هو هي او انه موافق عليها او بيحبها او بيكرهها. لا، اختارها، مهتم بيها. الله. ففي صلة بينه وبينها. في يعني صلة بينه وبينها. طب يا ترى الشخصية اللي انت حبيتها قوي من بين ابطال رواياتك، حبيتها خالص، شخصية ايه؟ والله هو الحقيقة ده يعني مسألة الحب دي من الصعب. المفروض ان انا ما دام حملت واحد وحملت روحي عناء التعبير عنه اني مهتم بيه. انما حكاية الحب دي عاوزة يعني تأمل كتير. يعني من صعب الحكم عليها. يعني صعب الحب في هذه الحالة كخالق. بالضبط. وخصوصا السؤال بيبقى صعب بالنسبة للأديب اللي بيلتزم الأسلوب اللي اسمه الواقعي. ازاي بقى؟ اللي هو أسلوب موضوعي، يعني لما بيقدم شخصية بجوانبها كلها بقدر الإمكان، الجانب الإيجابي والسلبي. يعني مش بيقدموه لك كده زي الرومانسيين حاجة لطيفة كان في السعادة أقول لك فلان شوف حبيت فلان. لا، ده فيه من الجانب ده ومن الجانب ده. يبقى في بس عطف عام، حب هادئ، اقتناع، اهتمام. بتثار احاديث كتير قوي حوالين الجنس في الجنس. في الادب، وخاصه في الادب العربي لانه ادب متحفظ. ومجتمع محافظ والى اخره. يعني ممكن نعرف الحدود اللي يستطيع الكاتب ان يتحدث فيها عن الجنس ويبقى ملتزم بخط فني وليس رجلا اثاريا؟ الحقيقة ده موضوع مهم جدا، وخصوصا في عصرنا اللي أصبح فيه الجنس في الأدب شيء فائع جدا ومرعب جدا. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عن الأدب الغربي، إيه ظروف البيئة اللي خلت الحكاية دي؟ ما يمكن الأمور هناك بتأخذ ببساطة ومش بيعتبر عيب. ما أقدرش أقول. إنما أنا عاوز أقول لك حاجة، سواء في الجنس أو في الجريمة أو في الحب أو في أي حاجة، أي موضوع يعالجه الأدب ممكن يعالجه على طريقتين، طريق تجاري وطريق فني. الطريق التجاري إيه؟ إنه حتى ولو تجاوز القيم الجمالية بالمبالغة وبطلب الإثارة عشان يؤثر عليك تأثير غير مشروع ويجعلك من قراءه. شفت إزاي؟ في الجنس هنا إزاي؟ أنا أبقى عاوز ما تأخذنيش أسيرك، لان انا ببص لك كزبون فانا بزيرك عشان اكسبك. انما مش دي المعالجة الفنية. ومش بقصرها على الجنس ليه؟ لانها كما يجب ان تكون في الجنس يجب ان تكون في الجريمة، يجب ان تكون في الحب، يجب ان تكون في العلاقة الزوجية، يجب تكون تعبير انساني حقيقي. مش للاثارة او للتجارة. ده صحيح.